انا عارف ايش ابغى وعارف ما اريد. وزي الكثير اللي بيجي يقول لي على المشاريع مثلا القائمه، انا اصلا المشروع ده كان في بالي وجاتني الفكره من زمان. هي ما هي مساله الافكار انه جات الفكره في بالي، مساله مين بادر ومين اللي انطلق ومين عمل. قم يا رجل فاعمل، فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، حتى ذلك الحين هي مجرد افكار واماني واحلام. فلازم تنزل على الميدان، تنزل على أرض الواقع. فهذا الفيصل أو هذا الفاصل. فإذا الواحد يعني والله أنا عندي أهدافي وعندي آمالي وعندي أحلامي، يعني هذه حتكون بس مجرد أحلام يقظة، فخلاص يعني ممكن أقول طب خليكي يعني زعلانة من إيه؟ يعني ما نتحرك ونقوم، يعني إنه إحنا خلينا مكاننا.